بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون وصفة سحرية للتبييض الفوري للبشرة وتوحيد لونها، كمان بتعتبر كولاجين طبيعي لشد البشرة، بتخلصك تماما من التجاعيد والترهلات والخطوط الرفيعة، نتائجها بتكون سحرية. كمان بتخلصك من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية وآثار حب الشباب على البشرة، وبترطب البشرة بشكل مضاعف. الوصفة دي بتكون مزايا بلا حصر. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. هحتاج بقى لبذور الكتان، وده بيكون شكلها. بذور الكتان دي بنجيبها من عند العطار. بذور الكتان دي بتكون مفيدة جدا للبشرة، فهي بتعتبر كولاجين طبيعي للبشرة، فهتحافظ على الشباب الدائم لبشرتك. كمان هي بترطب البشرة جدا وبتقاوم ظهور التجاعيد. لعمل الوصفة بقى انا هحتاج لمعلقة من بذور الكتان. انا اخدت بقى كده مقدار معلقه من بذور الكتان وطحنتها بقى في مطحنه التوابل لغايه ما بقت بودره ناعمه بالشكل ده. يبقى انا كده عندي معلقه من بودره بذور الكتان. هجيب بقى كده طبق وهبتدي باضافه المكون الاول، وهو معلقه كده من بودره بذور الكتان. هحتاج لبذور الشيا، وده بيكون شكلها. بذور الشيا بتكون غنية جدا بمضادات الأكسدة اللي بتحافظ على الشباب الدائم لبشرتك، وبتكون مكافح للشيخوخة، وبتقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وبتكون علاج فعال للترهلات. كمان بذور الشيا بتكون مرطب هايل للبشرة، لأنها بتكون غنية جدا بالألياف اللي بتحافظ على رطوبة البشرة وطراوتها، فبتعالج الجفاف وكمان بتكون مضاد للالتهاب. بذور الشيا بتكون مكون غني جدا بالفوائد للبشرة، لأنها بتعتبر كولاجين طبيعي لبشرتك، بتحافظ على شباب ونضارة البشرة. عمل الوصفة بقى انا هحتاج لمعلقة من بذور الشيا. باخد معلقه من بذور الشيا وبطحنها في مطحنه التوابل لغايه ما بتبقى بودره ناعمه بالشكل ده. كده بيكون عندي معلقه من بودره بذور الشيا. هضيف بقى دلوقتي المكون التاني، هو معلقه من بودره بذور الشيا، معلقه برضو بنفس المعلقه. انا هحتاج لدقيق الرز، وده بيكون شكله. ولازم يكون دقيق الرز ناعم جدا بالشكل ده، فلازم تدخليه مره او اتنين لو عملتيه في البيت عشان يبقى ناعم كده مفيهوش اي حبيبات او كتل. ودي الرز ده انا عملته قبل كده في القناه بطريقه ناجحه جدا، هسيب لكم لينك الوصفه بتاعته في صندوق الوصف اللي يحب يشوف. دي الرز بيكون مزايا بلا حصر للبشره، من افضل المكونات اللي بتفتح البشره بشكل مذهل وفي وقت سريع جدا. كمان بيقضي تماما على البقع البنيه الداكنه وعلى التصبغات الجلديه، وبيقضي على حب الشباب، وبيكون مضاد للشيخوخه، فيحافظ على الشباب الدائم لبشرتك. لعمل الوصفه بقى انا هحتاج لمعلقه من دقيق الرز. بقى دلوقتي اخر مكون عندي، هو معلقه كده من دقيق الرز. اول خطوه بقى دلوقتي هبتدي اخلط المكونات الجافه دي في الاول كده مع بعض لغايه ما اندمجوا كويس. المكونات دي بتكون لها فعل السحر على البشره، بتكون مفيده جدا. انا قلبت بقى كده الثلاث مكونات مع بعض لغايه ما اندمجوا كويس، وده بيكون بقى شكلها. انا هحتاج بقى مع البودره اللي انا خلطتها دي مقدار 6 معالق من الميه المغليه. الميه دي مغليه وسخنه جدا. في البدايه بقى انا هجيب الخلاط وهضيف بقى فيه البودره اللي انا خلطتها، وبعد كده هضيف معاها بقى 6 معالق الميه المغليه. بسم الله. اخلط بقى دلوقتي المكونات دي كويس جدا مع بعض لغايه ما يبقى قوامها زي العجينه. خلطت بقى كده المكونات كويس مع الميه، شايفين بقى قوامها بقت زي العجينة كده. هنشوف بقى قوامها كمان دلوقتي وانا بحطها في الطبق، شايفين قوامها. هنشوف كمان شكلها دلوقتي، شايفين بقى شكلها بتبقى زي الجل كده. انا هحتاج لمعلقه من جل الصبار او الالوفيرا جل، وجل الصبار ده بيفتح البشره جدا وبيعالج التهابات الجلد، ويعتبر مرطب هايل للبشره الجافه، وبيقضي على البقع البنيه الداكنه وعلى التصبغات الجلديه، ويعتبر واقي طبيعي من الشمس لانه بيخلصك من اثار حروق الشمس على البشره. انا هضيف بقى دلوقتي اول مكون على الخلطه اللي موجوده عندي، وهي معلقه كده من الالوفيرا جل او جل الصبار.
المكون بقى التاني اللي هحتاجه هتكون معلقة من زيت الزيتون، ويفضل ان هو يكون زيت الزيتون البكري لان ده بيكون مفيد جدا للبشرة. بقى دلوقتي المكون التاني هو معلقة كده من زيت الزيتون. انا هحتاج لزيت الورد، وزيت الورد من افضل الزيوت اللي بتفتح البشرة جدا وبترطبها وبتوحد لونها، كمان بتقضي على البقع وعلى التصبغات، وبتقضي تماما على حب الشباب، وكمان بيحمي من أشعة الشمس الضارة، وبيكون مضاد للجراثيم والالتهابات، وبيكون مضاد للشيخوخة لأنه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط، وكمان بيعتبر معطر لأي وصفة. كمان دلوقتي معلقة كده من زيت الورد. أنا هحتاج لكبسولة فيتامين إي، والكبسولة دي بتكون فعالة جدا في ترطيب البشرة، وبتقضي على البقع وعلى التصبغات، وبتكون مضاد للشيخوخة لأنها بتقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وتعتبر مادة حافظة لأي وصفة. أخدت بقى كده كبسولة من فيتامين إي، وهفتحها بقى دلوقتي بمقص أو بدبوس وهضيفها بقى على الخلطة. فتحت بقى كده الكبسولة، هبتدي بقى دلوقتي أضيفها. هخلط بقى دلوقتي كل المكونات دي مع بعض لغاية ما تندمج كويس جدا وتبقى خليط متكامل. لازم أخلطها بقى كويس. خلطت بقى كده خلاص كل المكونات كويس جدا لغاية ما اندمجت مع بعض. شايفين بقى قوامها النهائي ده بيكون بقى شكلها، تبقى لزجة بالشكل ده، وكل المكونات اندمجت مع بعض بكده خلاص بتكون جاهزة للاستخدام. هجيب بقى دلوقتي علبة نظيفة، انا غسلتها كويس جدا ونشفتها، وهبتدي بقى دلوقتي اضيف فيها الخلطة. يكون بقى الشكل النهائي للخلطة بعد ما ضفتها في العلبة. بقفل بقى عليها العلبة واحفظها في التلاجة، بتفضل صالحة للاستخدام في التلاجة لمدة 10 أيام. فيفضل ان انا اعمل كمية صغيرة قد اللي انا عملتها تكفي لمدة 10 أيام، وبعد كده نجددها، ده بيكون افضل. طريقة استخدام الوصفة، الوصفة دي انا بدهن منها الوجه والرقبة والايدين واي منطقة بالجسم يكون بيها ترهلات او يكون بيها بقع دكنة او تصبغات، وبغطي بيها البشرة كويس جدا. بعد بقى ما بغطي البشرة بالخلطة دي بسيبها بقى على البشرة لغاية ما بتجف تماما وتنشف، وبعد كده ببتدي في الاول باطراف اصابع ايديا افركها لغايه ما بتخلص منها تماما من على البشره. بعد بقى ما بتفركي البشره بحركات خفيفه وتتخلصي من الخلطه دي من على البشره، بعد كده بتشطفي بقى بشرتك في الاول بالميه الدافيه وبعد كده بالميه البارده. هتستخدمي بقى الخلطه دي بنفس الطريقه دي مرتين بس في الاسبوع، هتكون كافيه جدا، وتقدري بقى تستخدميها على اي منطقه في الجسم، على الوجه او على الرقبه او على الايدين او على اي منطقه يكون بيها ترهلات او يكون بيها بقع او تصبغات. مع المداومة بقى والانتظام على استخدام الوصفة دي، الوصفة دي بتكون كل مكوناتها فعالة جدا ونتائجها من أروع ما يكون في تفتيح وتبييض البشرة، بتفتح بشرتك بشكل مذهل، كمان بتعزز إنتاج الكولاجين فهتحافظ على الشباب الدائم لبشرتك، وبتخلصك من التجاعيد والترهلات والخطوط الرفيعة، كمان بتخلصك من البقع الداكنة وآثار حب الشباب، وبتوحد لون البشرة، وبتعمل على ترطيب البشرة بشكل مضاعف، يعني هتكون مفيدة جدا لأصحاب البشرة الجافة. الوصفة دي من أفضل الوصفات والخلطات الطبيعية اللي بتكون غنية جدا بالفوائد وبتحافظ على الشباب الدائم لبشرتك. الوصفة دي بتكون من أفضل الوصفات اللي بتعمل على شد الوجه في وقت سريع جدا، وبتخلصك من التجاعيد اللي موجودة في منطقة الجبهة ومنطقة حول العين ومنطقة حول الفم بشكل فعال جدا وفي وقت سريع. بقى دلوقتي قوام الخلطة، شايفين بقى قوامها بتبقى لزجة كده زي الجل، عشان المكونات اللي احنا استخدمناها اللي هي بذور الشيا وبذور الكتان نتيجتها هاي. اتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.